مشاهدينا الاعزاء والحفل الكريم، منافسات هذا المساء ومنافسات هذا السباق المحلي السابع لسن الكبار، حيث سيسدى الستار باذن الله تعالى بعد نهايه اشواط هذا المساء. متمنين التوفيق ومهنيين جميع الفائزين في هذا السباق المحلي السابع، كما حظنا أوفر لمن لم يحالفهم الحظ بإذن الله في مهرجان الختامي القادم الذي سيقام فعالياته بإذن الله في مطلع شهر مارس القادم بإذن الله، آخر السباقات الاستعدادية والتجهيزية على أرضية ميدان الشحانية. انطلق قبل قليل هذا الشوط، وهو الشوط السابع من مجموعة أشواط الفترة المسائية المقرر لها 13 شوطا. هذا الشوط خاص بفئة الحيل، ونتمنى التوفيق للجميع. نتجه لنتعرف على المراكز المتقدمة الأولى في هذا الشوط المنطلق قبل قليل على الهواء مباشرة في هذا النقل الحي وهذا النقل المباشر. مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول، المقدمة ربية لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند على مقدمة الشوط، ولكن حصل دخول على المركز الثاني في هذه اللحظات من قبل الكوارث للشرقي بن حمودة بالزفنة العفاري. على المركز الثاني ننتقل إلى المركز الثالث مع مخرجنا العزيز. المركز الثالث شعار بن نايفة من الجانب الآخر، الذاير لمبارك بن حمد بن ترحيب بن نايفة على المركز الرابع. المركز الخامس وصلت وتسللت دليلة ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. بينما المركز الخامس، وصلت نقوة لعبيد بن حمد بن جار الله بن سالمين على المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم. العودة إلى مقدمة الشوط، إلى شعار الشرقي بن حمودة بالزفنة الحرسوسي. الحرسوسي يقدم الكوارث في هذا الشوط الرئيسي وأشواطنا الرئيسية في هذا المساء والشوط السابع. بينما المركز الثاني وصلت ربية ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند مقدم الربية على المركز الثاني. الدور دور المركز الثالث، تصل الذاير لمبارك بن حمد بن ترحيب بن نايف أحد نجوم التحليل، أحد الشباب البارزين في مجال ملكية الهجن والتضمير، وكذلك خبرة التحليل والمجال الإعلامي، فهو من الشباب البارزين المميزين في المحلي. السادس كان يتواجد معنا زميلك فهد بن مبارك وخطف شوطين الليلة. نتمنى لك التوفيق يا مبارك، نتمنى لك التوفيق في هذا الشوط، ويجب قراءة الشوط ومسار قراءة وتحليله تحليل صحيح. نتمنى لك التوفيق إن شاء الله ولإخوانك المضمرين والملاك. المركز الرابع، تقدمت دليلة ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. دليلة ملك السيوف يقدم هذه الأسماء العملاقة في آخر محطاته الاستعدادية لمهرجان سيدي أمير البلاد المفدى، ستقام فعالياته بإذن الله في الرابع من شهر مارس القادم. نتمنى التوفيق للجميع واستراحة المحارب بعد هذا السباق المحلي لأبناء ميدان التحدي والمتواجدين فيه، نتمنى لهم التوفيق. المركز الخامس، وصلت على المركز الخامس عزوة في أول نداء لها، تعود ملكية عزوة لمحمد بن ناصر الشنجل وشعار البويضة من خطفت رمز اللقاية الانتاج في ميدان المرموم. تهانينا والناموس لمحمد بن ناصر الشنجل الملقب بالمهيب مالك البويضة، خطف رمز هناك من ميدان المرموم ليهدي السلامات إلى ميدان التحدي، وشعار البويضة حاضر في هذا الشوط على ظهر عزوة. عزوة أيضا رصيدها مليء بالإنجازات وسجلاتها حافلة في السنوات الماضية وفي هذا العام. هذه عزوة تصل على المركز الخامس بشعار بناصر محمد بن ناصر الشنجل راعي البويضة اللي خذت كأس البكار اللقاية الإنتاج في ميدان المرموم قبل أسبوع تقريبا، قبل أيام. ألف مبروك يا أبو ناصر، نهنيك على هذا الناموس المستحق والفوز الكبير. العودة إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول،
ما زالت الكوارث على مقدمة الشوط على المركز الأول وتسيطر بشعار الحرسوسي على مقدمة الشوط على المركز الأول يقدم هذا الاسم الكبير. وما زالت الكوارث على مقدمة الشوط على المركز الأول تسيطر على ناموس هذا الشوط حتى هذه اللحظات. الشرقي بن حمودة بالزفنة الحرسوسي القادم من الإمارات للمشاركة، مرحبا بكل المشاركين. المركز الثاني تقدمت وتسللت دليلة بإنجازاتها بسجلاتها الحافلة بالإنجازات مورسيد سات في رصيد هذه الذلول في السنوات الماضية، دائما ما تحظى بالسيارات الفاخرة ورصيدها رموز ونافست على أشواط الرموز أيضا، لها باع طويل هذه الذلول في المشاركات. حايل قدهي تشوش الريح الزعفران يا المسند يا أبو عبد الله، باقي نذرة من العام في عذنونها. هذا البيت ينطبق، صح الله لسانك يا بخيت بن خزينة، ينطبق على من تحتل المركز الثاني دليلة. المركز الثالث بنت رحيب حمد مبارك بن حمد بنت رحيب مقدما الذاير وأيضا الذاير في رصيدها العديد من الإنجازات، وشعارها أيضا غني عن التعريف، شعار الانتاج المميز دائما، انتاج بن نايفة ملك من ملوك الانتاج وملك من ملوك أيضا فحول الانتاج المتواجدة في عزبة بن نايفة في الجهمية. المركز الرابع تقدمت ربية ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يقدم ثنتين على دائرة النداء أبو عبد الله ملك السيوف. ناخذ المركز الخامس، هناك أكثر من اسم على المركز الخامس، عزوة على المركز الخامس وأيضا يصل شعار الشنجل مقدما الضويمر، هذا الاسم التراثي القديم يا أبو ناصر، الضويمر 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 تقدمت في المركز الخامس في هذه اللحظات. هذين المركزين كلها عند أبو ناصر، الضويمر وكذلك عزوة. محمد بن ناصر الشنجل شعار يحتل المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم. العودة إلى مقدمة الشوط إلى أهل الهير هناك في الإمارات، إلى القادم من ميدان الهير ومنطقة الهير، نتمنى لك التوفيق إن شاء الله. هذه الكوارث على المركز الأول، الشرقي بن حمودة بالزفنة بن سهيل الحرسوسي مقدما الكوارث على المركز الأول، وعلامة الجودة على رأسها. الزعفران موجود، كرموها في مهرجان الأمير الوالد وربما في المؤسس أو في مهرجان سمو الشيخ محمد بن زايد هناك في الإمارات. هذه الكوارث وصاحبة سيارة في مهرجان الأمير الوالد، أشكرك يا زميلي الكريبي بن جابر على المعلومة. بالفعل آثار الزعفران واضحة على رأس الكوارث اللي تحتل المركز الأول، آخر مشاركاتها حاصلة على سيارة في مهرجان الأمير الوالد وبالتحديد في الشوط الخامس، وهو الشوط الأول المفتوح بعد أشواط الإنتاج في الفترة الصباحية أو المسائية، الفترة الصباحية. إذن صاحبة سيارة في مشاركتها الماضية وبالتالي مرشحة ترشيح قوي لإضافة النقطة الثانية. الله يوفقك إن شاء الله، الله يوفقك يا الشرقي بن حمودة يا راعي كوارث اللي تحتل المركز الأول، بن نايفة الذاير على المركز الثاني وخطيرة الذاير، مبارك بن حمد بن ترحيب بن نايفة أحد الشباب المحللين البارزين يقدم الذاير يتابعها الليلة، يتابعها محللنا العزيز في هذا الشوط المليء بالأسماء القوية. المركز الثالث يصل ملك السيوف، يصل دليلة يقدم دليلة مع المركز الثالث، ويقدم في المركز الرابع ربية. هذا هو شعارات ناصر المسند تتراقص على المركزين الثالث والرابع. ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند أحد الشباب الهاوين للرموز، الهاوين لاختطاف النواميس من كل مكان وجلبها لمحبين ولأبناء الشحانية دائما وأبدا. ناصر بن عبد الله المسند أحد المحاربين المعاصرين، ليس المحاربين القدامى بل المعاصرين، نتمنى لك التوفيق. يتابعها سعيد بن بطي الزعبي المغامر، يتابع هذه الأسماء في التضمير، أيضا نار على علم في التضمير سعيد بن بطي الزعبي. المركز الخامس وصلت الضويمر، تسللت الضويمر بشعار المهيب محمد بن ناصر الشيخ
الشنجل مقدما لنا الضويمر على المركز الخامس شعار البويضة. ايضا هناك شعارات تقترب من دائرة النداء، ولكن نعود الى هذه البطلة، الى راعية الزعفران، اللي الزعفران ما زال على رأس الكوارث، على رأس الكوارث، حاصلة على سيارة في مهرجان سيدي الشيخ حمد بن خليفة الثاني الأمير الوالد يحفظه الله ويرعاه قبل أيام قليلة، وهي تعود إلى منصات التتويج، تعود في هذا الشوط المهم، هذا الشوط الذي تتواجد فيه الأسماء القوية. يلا 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 يراعيها، يلا يراعي الكوارث. الشرقي بن حمودة بالزفنة، الحرسوسي أبناء الهير يترقبون السلامات الليلة، يترقبونها للهير في هذا المساء. ما زالت الكوارث بإنجازاتها على المركز الأول. الخوف 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 من الداير، الخوف من الداير، والخوف أيضا من الدليلة، والخوف من دليلة، ولكن الكوارث ما شاء الله ما شاء الله تنطلق، تفز من صوت الجهاز. هذه الكوارث تنطلق في هذه اللحظات مع الزفنة، مع الشرقي بن حمود الحرسوسي، المركز الثاني داير المبارك بن حمد بن ترحيب، المركز الثالث وصلت الحذرة راشد بن سالم بن سعد النابت، ارصد لي وصول الحذرة، مرحبا بهذا القدوم. والضويمر تصل في هذه اللحظات ودليلة المسند. هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء والحفل الكريم، الحزام الأخضر حزام الناموس أين يتجه؟ ما زالت الكوارث على المركز الأول. الداير والضويمر، والضويمر، وصلكم الشنجل محمد بن ناصر الشنجل، ولكن الكوارث راعية السيارة في مهرجان الأمير الوالد تنطلق في هذه اللحظات، تأخذ من الخيل والريم ومن الذيب زول الشكل هايل، وعاد السرور معمقة بنت أصيل وعادي بيها من خيار الزمول من غزارة سبقها بالوسوم محرقة، صاحبة سيارة وصاحبة انجازات وصاحبة عوايد. سلام يا الكوارث سلام، وسلام للهير سلام، سلام لأبناء الإمارات ولأبناء الهير بالتحديد. وبعد فوزها بالسيارة في مهرجان الأمير الوالد تعود ويعود معها الانجازات، تعود ويعود معها وتعود البطولات. سلام لمالك الكوارث سلام، سلام للشرقي بن حمود بالزفنة الحرسوسي على اختطاف الكوارث لهذا الشوط القوي في ميدان الشحانية. سلام سلام، تحية واحترام لأبناء الهير. الكوارث الكوارث تنتزع هذا الشوط انتزاعا تهانينا، والناموس المركز الثاني، المركز الثاني والثالث، المركز الثاني الحذرة راشد بن سالم بن سعد النابت، المركز الرابع أو المركز الثالث الضويمر لمحمد بن ناصر الشنجل، المركز الرابع، المركز الرابع وصل الدليلة ناصر بن عبد الله المسند، المركز الخامس، المركز الخامس الداير المبارك بن حمد بن ترحيب بن نايفة. تهانينا وناموس لكل الفائزين. والتوقيت الزمني للحظة وصول الكوارث 13 دقيقة 16 ثانية 37 جزء من الثانية. تهاني وناموس لمارك الكوارث، تهانينا للشرقي بن حموده بالزفنه الحرسوسي، سلام الهير سلام. المركز الثاني، المركز الثاني عند بن سعد، المركز الثاني الحذره قطعت المسافه في 13 دقيقه 17 ثانيه 69 جزء من الثانيه. تهاني وناموس لراشد بن سالم بن سعد النابت. المركز الثالث الضويمر 13 دقيقه 13 دقيقة 17 ثانية 77 جزء من الثانية. التهاني والناموس لمحمد بن ناصر الشنجل على فوز الضويمر.